للحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب عضو المجلس الوطني الفلسطيني السيد موفق مطر. بداية سيد موفق، التصعيد الإسرائيلي الجديد في البلدة القديمة وأيضا في الأقصى، كيف تقرأه في ظل فوز اليمين الإسرائيلي بزعامة نتنياهو؟ هو في الحقيقة ما حدث في هذه الانتخابات التي جرت أمس هي هو فوز، وفعلا فوز للعنصرية نعم وفوز للهمجية الصهيونية وفوز أيضا لهذا المنهج في سفك دماء الشعب الفلسطيني، هو فوز لكل ما نقول أنه خارج عن القيم الإنسانية وخارج القانون، خروج على القانون الدولي أيضا وخارج على الشرعية الدولية، هو فوز حقيقة لهذه المنظومة التي أنشئت بقرار استعماري دولي لتسفك دماء الشعب الفلسطيني، لتهجره من أرضه، لتمارس عليه الأبرتهايد، تمارس عليه التهجير، تمارس عليه الاحتلال، تمارس عليه جرائم الاستيطان. هذا هو الفوز الحقيقي. نعتقد أن وتيرة هذه الجرائم ستتصاعد بطبيعة الحال بعد أن باتت كل الرموز الإجرامية في المنظومة الصهيونية، أي المسمات دولة إسرائيل، باتت اليوم متمكنة من تشكيل أو قادرة على تشكيل حكومة في الأيام القادمة. لذلك نعتقد أن ما سيحدث هو فقط ارتفاع في وتيرة الجرائم الصهيونية بحق شعبنا، ولكن يجب أن دائما نتذكر أن الأمر ليس مرتبطا بانتخابات أو كنيسة أو غيرها، إنما هو اتباع والتزام بمنهج المنظمة الصهيونية منذ أن أنشئت في 1897، ومنذ أن أعطيت وعد بلفور قبل 105 أعوام، ومنذ صك الانتداب، ومنذ أيضا أن أنشئت منظمات صهيونية مسلحة، وأنشئت أيضا ما يسمى دولة إسرائيل. نعم سيد موفق، يعني القضية الفلسطينية كانت من أولويات وأيضا من أهم الملفات في القمة العربية في الجزائر، برأيك ما التي سوف تتوصل إليها هذه القمة من مخرجات حول القضية الفلسطينية؟ أعتقد أن الرئيس أبو مازن قد لخص الأمر عندما بعد أن بين تماما كل هذه الجرائم التي ترتكبها هذه المنظومة، منظومة الاحتلال والاستيطان العنصري الإسرائيل، وقال جملة في نهاية خطابه أن القدس أمانة في أعناقنا، بمعنى آخر أعناقنا نحن الفلسطينيين وأعناقنا نحن الأمة العربية، وكأنه يحث قادة رؤساء وملوك وقادة الدول العربية وشعوب العربية أيضا على أن يتمثلوا بأهم ركيزة في الشخصية العربية، وهي الوفاء بالتعهدات والوفاء والالتزام أيضا بما تم إقراره. وأعتقد هنا أن القمة العربية في الحقيقة دائما نحن نقول نعول على شعوب أمتنا العربية، ولتضغط على قادتها ورؤسائها وملوكها لتكون فعلا فلسطين في مركز وأم القضايا أو القضية المركزية للأمة، وهي ستبقى كذلك. نعم سيد موفق، يعني هناك العديد من القرارات أيضا تم يعني إصدارها في القمم العربية السابقة، هل برأيك سوف يتم تفعيل هذه القرارات بالإضافة إلى القرارات الجديدة في هذه القمة؟ نحن نعمل ذلك، نحن الشعب الفلسطيني وقيادتنا الشرعية، قيادة منظمة التحرير الفلسطيني، الرئيس أبو مازن، في الحقيقة وقد كتبت مقالا بهذا، نحن لم نطلب لا مال ولا سلاحا في هذه القمة، وإنما طلبنا الالتزام بما كان تعهد به القادة العرب في القمم العربية السابقة، والإبقاء على التزامهم بأن يكون الدعم لفلسطين أولا أخلاقيا، أولا
بالتوازي ايضا مع هذا الوفاء لعناصر ومقومات الشخصيه العربيه ايضا، لان هذه فلسطين جزء لا يتجزا من الهويه العربيه والاسلاميه ايضا. نعم سيد موفق، نحن كنا دائما نشاهد التصعيدات الاستفزازيه الاسرائيليه مؤخرا على مدى أيام، وأيضا في المقابل الآن قامت برفع الحصار عن مدينة نابلس، برأيك لماذا؟ هو مجرد أعتقد أنها تكتيكات عسكرية متعلقة برؤية معينة أو تقديرات معينة لدى المنظومة الأمنية في منظومة الاحتلال الإسرائيلي، ليس أكثر من هذا. ونعتقد أن هناك محاولة، ربما يحاول هؤلاء القادة العسكريين أو حتى السياسيين ربما تلبية بعض المطالب أو الانصياع لبعض الضغوط التي تمارس عليهم سواء من دول أوروبية أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن نحن ندرك جيدا أن كل هذه التحركات ما هي إلا تكتيكات، ولكن الإبقاء على منهج حصار الشعب الفلسطيني، القتل فرادا هي سياسة واضحة وتتبعها منهج مستمر، ونحن سنتصدى له مهما بلغت التضحيات. ويجب أن يسمع كل الأخوة العرب أيضا مننا الآن أننا سنفتدي القدس مهما بلغت التضحيات، كما قال الرئيس أبو مازن. نعم، إذن عضو المجلس الوطني الفلسطيني سيد موفق مطر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر السكايب.